السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. من شروط استجابة الدعاء هو أن يبدأ الإنسان بالحمد لله رب العالمين، ثم يثني بالصلاة على رسول الله، ثم يسأل الله حاجته. سؤال الله الحاجة، إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام.